سعد الشابي والتعاقد مع عبد الرحيم طالب، فكنظن في انه الظرفيه كان اختيار موفق. انا نقول لك علاش اختيار موفق، لانه جديده مشاو لذاك الحل السهل. شنو هو الحل السهل؟ ما يمكنش ليا غنجيب مدرب اللي ما كيعرفش المدينه، ما يمكنش ليا نجيب مدرب اللي ما عارفش الظروف ديال الفريق، ما يمكنش ليا نجيب مدرب اللي ما عارفش لي كوليس اللي كتوقع في جديده، عارف المسيرين، عارف عنده علاقه بالجمهور، دوز فترات كيحدا عنده احترام، عنده الاجماع تما. ملي كتقول طالب جديده عنده الاجماع، سبق ليه صعد بالفريق من القسم الثاني، سبق ليه دار باركور مزيان في الشامبيونز ليغ مع الدفاع. دونك الاختيار ديال جديده انهم ما بعدوش، ما فكروش بزاف. مباشره بعد الاقاله ديال سعد الشابي، فكان الاختيار ديال عبد الرحيم طالب. قوس غادي نفتحوا بالنسبه للاطر الاجنبيه، بزاف ديال المسيرين المغاربه الله يهديهم الله يهديهم، يعني كنشوفوا شحال من الاطار تيتخرج عندنا حنا كل سنه. علاش كنديروا هاد الدورات التكوينيه؟ علاش كنعطيو هاد لي ديبلوم ا بي سي دي؟ علاش؟ وتمشيو حنا كاين لو ميم نيفو، وكاين مدربين اللي قل من المدربين المغاربه، وتمشيو نفضلوهم على المدربين المغاربه. بالنسبه للتعاقد ديال الدفاع الحسن الجديدي في الاصل مع سعد الشابي فكان غلط، لانه سعد الشابي التجربه ديالو مع الرجاء ما يمكنش. اشنو دار مورا التجربه ديال الرجاء؟ فين خدم؟ شنو الالقاب اللي دار؟ يعني باش تجيبوه تعطيه داك الراتب الشهري جديد، كان خاصهم مدرب على قد الحال تيعرف المدينه. ها هما رجعوا ليه اللي هو السي عبد الرحيم طالب، وكنتمنوا ليه المسيره الموفقه، وكنتمنوا جديده باش رجع التوهج ديالو. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.